شاف الخراب اللي احنا فيها والدوده واكله الخروف والحاجه. امال عايز تتجوز منين يا خلاص يا عيب يا خلاص يا كابوس يا بتتجوز كده هتموت يلا خلاص يا على شويه الكروم ده الواحد بيته خروف في الرش وفي المصاريف والمطران ولا هيجيبوا بتاع. زرعنا البطاطس وشحتنا يجيبوا شويه الكروم بقى هيعملوا ايه؟ هيباع ولا هيبقى سنينهم سواه؟ ده الواحد زهق والله وغلب من الرش وغلب من ده ومن ده. في لحظه بقتش تجيب همها خالص. سلام عليكم يا شيخ. الله وبركاته. انا مش شايف والله. شويه القرون بصرفوا شويه المصاريف وبهدلونا وهم وشويه البطاطس ولا حاجه نافعه خالص. ما بيطمنوش عم الشيخ. لا يا عم الحاج بيحهم وخلاص. بتاعنا اسكندريه من العزبه. تشتريهم انت؟ اشتريهم يا عم. اشتري يا عم بس صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. تتكلم كلمه عدل عشان العمليه بس. انا خد من غير ما اطل فيهم. لا لازم انت تمشي. لا 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 مش هنطل ولا نعمل. احنا عايزين نتفضى منهم. انا خدهم يا عم. امشي فيهم وشوف الدنيا عشان ما ترجعش. لا حلوين حلوين. تسيب لي 100 ولا 200؟ حلوين. يا ماشي. انا هاخدهم كلهم في بعضهم كده اهو. اتكلم يا عم. ب 1000 جنيه. يا خبر اسود. ما انا بقول لك امشي فيهم. لا ليه بقى؟ يا عم ب 1000 جنيه حلوين. بقول لك اتمشى فيهم. لا ما يجيبوش رشوم. ده انا لسه رشش ده وهم مندابه. يعني هم ب 1000 جنيه حلوين في بعضهم كده اهو. طب استنى بقى. ده انت هتخرب بيتك ايه ده؟ لا اخرب بيتك ليه؟ ابنك جاي هناك اهو. هنادي على دوليكا. يا دوليكا يا دوليكا جاي هناك اهو. نعم يابا. نعم يابا. في ايه يابا؟ كلم عمك الشيخ. نعم يا شيخ مهان. يا عم ابوك باع لي شات الكرومب وخدتهم منه ب 1000 جنيه دول. بيوسف يابا عليك يابا. انا قلت له الكلام ده يابا. الشيخ باسيوني الحاج باسيوني كان قال لما ابوك يجي يبيع الكرومب قال لي يا ابني الشيخ باسيوني ما نصاب زيه سهل. لا مش نصاب يابا. والله الاثنين بيقعدوا مع بعض يا ابني هو والشيخ باسيوني. مشي البيعه يا دوليجا. مشي البيعه. لا عايزهم بكام؟ ب 1000 جنيه. ما ينفعش يا شيخ مهند. خلاص والله يا ابني انتوا حرين. لا بقى انت قلت يابا الشيخ بسيوني ما ينفعش. يبقى نجيب الشيخ الحاج خرط. هات الحاج خرطه ويتفرج علينا. يعني هيتعمل اكتر من ده؟ ده بيقول لك ب 1000 جنيه وبرضك ناخد راي الحاج بسيوني برضك. ما الحاج بسيوني معاه متفقين سوا. لا احنا ناخد راي نشوف هيقول عليهم كام برضك. في واحد تاني هذا الحق خارط ونشوف الحق خارط هيقول بكام. ماشي هذا الحق خارط ندي لهم الاثنين. ماشي يا بص كده بس بالراحه يا دليق. السلام عليكم. مرحبا عم الشيخ خارط. اقعد عم الشيخ. ترمي نقعد في اي حته بقى. اقعد هنا. اقعد اهو. اقعد يا عم اهو. شرم دليق جاني وقال لي دليق جاني وقال لي ان انت بتبيع الكروم. حاصل. حد قاله؟ هو لسه الراجل ده اتكلم كلمه كده بقى. الحاج مهند. بس ما عجبتنيش. حاج يا عم ولا حاج ولا بتاع. اتكلم يا عم الحاج. انا بقول لك ب 1000 جنيه. اتكلم يا حاج خالد. بيقول لك ايه؟ ب 1000 جنيه. مفكر بيشتري خرطتين جبنه ولا حاجه. يا دوليك هتكلم الكلام العدل. قال 1000 جنيه؟ من حق قال 1000 جنيه؟ قال 1000 جنيه. والله نظري كده. لما تتكلم انت بقى. هو كرومب ولا اجنبي؟ الاثنين. الاثنين مع بعض. انت تاخدهم بكام؟ يلا على النبي يا عم طبلاو. كلمة واحدة ولا ثلاث كلمات؟ احنا عايزين النهية خالص. النهية؟ ب 3000 جنيه. ما عندكش كلمة تانية؟ يا دوليكا ما تتكلم. لا احنا متفقين على خمسة. انا بحبك يا دوليكا. متفقين على خمسة. خلاص يا عم كون بدا يبقى ب 6000 جنيه بيني وبينك المغرب. لا احنا مش موافقين بست. ايه يا دوليك؟ على المغرب هرد عليه. طب انت عايز الجد؟ الكرومبه بتاعك ب 7000 جنيه ورد عليه بعد المغرب. بعد المغرب هرد عليك. ساعة الله بركاته. سلام يا ابو 1000 جنيه. قاعد تستخدم 1000 جنيه. انت راجل. انت نصاب. نصاب على الراجل. انت نصاب. انت تنصب على الراجل. انت نصاب. نصاب على الراجل. شيخ بسيوني. كل شيخ بسيوني. الشيخ عمل الشيخ ظلمك ولا اللي عمل الشيخ ظلمك؟ نصاب زيك. نصاب زيك. اتفرج انت وابوك دلوقتي هيخلوك تولعوا في شويه الكوره. اما الشيخ بسيوني بقى يجي يشوف هيتمم بقى. ماشي هوريهم لك دلوقتي. حق خرطة. حق خرطة ما بيفهم حاجة. ما بيفهمش حاجة ولا يعرف حاجة في الكروم. الراجل تمن أحسن منك. يا عم بتاع الكروم جاي. الشيخ بسيوني جاي بتاع الكروم. الشيخ بسيوني ما هو زيك. هو اللي يعرف يسوقه. هو اللي يعرف يسوقه. معاه ابنه الطويل ده راكب تروسيكل بقى بيركب تروسيكل كده ويبيعه على السد. طب ماشي اما تيجي دلوقتي هتشوف سعره ايه. اسأل شيخ له ابنه. ماشي. كروم بكام؟ ماشي. روح نادي للشيخ بسيوني. اروح انادي للشيخ بسيوني اهو. 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 ا
هذا شخلوق ياب. مفيش يد بيع ولا شروه والدنيا خربانه ولا في شغل خالص. الدنيا واقفه ياب. ربنا يفرجها بقى. الدنيا واقفه. يا عم بسيوني. ايه هذا دوليج؟ مالك؟ جاري كده ليه هلا؟ انا ابويا في بيع الكرم. يا مسال شو بيقول لك يا ده شغلول هتفرج يا ده شغلول. ماشي. مصدقني الكرم اللي عندنا. ماشي. حد جه فصلهم ولا حاجة؟ لا مفيش حد. خالص؟ لا مفيش. ابوك هناك؟ ابي هناك. طب قوم بص يقول لك قوم هذا شغلول. حاضر يا ابني. دور التروسيك وانت قوم جري. قول لابوك الحاج بسيوني ابو شقفة جاي. طيارة. اجري. يا مساء الحال يا رب. هذا شغلول دور التروسوك يا قلبي. حاضر يا رب. تعال. السلام عليكم. وبركاته. ازيك يا شيخ مهند؟ طبلاوي. تعالى اقف معايا اجري كده. تعال يا ابني اهو. طلع على رسول الله. الواد دقليجه ده قال لي تعالى اتفرج على شويه الكروم. ماشي. بس انا قال لي ما فيش حد. انا فوجئت من الشيخ مهند هناك. ماشي. وانت شوف هتعمل ايه دلوقتي؟ انت اشتري بنظرك بس الكرنب فيه سعر يعني. صلى على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. بس اعدل. شويه الكرنب دول كده جاهز يا شخلول؟ انا حامل لهم ده فلوسك بالجنيه. ماشي. بمرض الله. انت عبد الحاج بسيوني ابو شقفه في البلد ما بيقبلش الحرام. ماشي. طول عمري مربي الواد شخلول ده على الحلال. ماشي. ب 350 جنيه. كم؟ كم؟ ده كلهم مدونين. ده اسود يا جدعان. ما انت استنى بس يا اسود انت يا طيب. ايه انت مش كلهم ترش عمال تقول الكلب اللي انت بتقول اللي هيتمن ده اللي هيتمن يا انا انت عايز ايه؟ ده اللي هيتمن. هنشتغل لك بالدولار فيه ده اللي هيتمن. مش هيقول لك هو والشيخ مهند دول نصابين يا احنا باصلينهم ب 7000 جنيه. مين مجنون مين اللي خدهم ب 7000 جنيه؟ الحاج خارطه. خارطه عليا الحرام كشماليف ده حمار خارطه دي. والحاج خارطه ده مش معلم في السوق. مربوط راسك اكتر بقى مربوط يا عم. الحاج ما هيشتري. انا عارف متفقين هم الاثنين. والله عايزين الدار. دول عايزين الدار يا ابني. وده يا عمي عامل لي نفس ناصح ومش عارف ايه. هو انا ما اتكلمش بقى ده سواق التروسيك. انت اللي عامل لي ناصح. 150 جنيه عاد كنت عملتهم بكام يا شيخ مهند؟ والله عملتهم ب 1000 جنيه مرضيه. هو انت ما تفهمش انت كمان؟ ده مدودين وشاكوا. يا عم تعالى فيهم. ده كروب عليا يا الحرام. من شكلك مش عارف. ده لسه رشينا اهوت ولسه عاملين. هيضرب هيضرب من عينه ما اخش في الراجل يا راجل. اسكت يا راجل. هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني ومش عاجبني. مش عايز تعزم الجد انا يا عم. خد ابنك وامشي. انت بتمد ايدك عليا يا ده طبلاوي. وانا شخلول. خش على دوليك. يلا انت تفوتني ده على ابو كروب. خلاص يا جدعان. خلاص يا طبلاوي. الحق ده شخلول. الحق ده شخلول.